ونعود إلى بيروت مع الكاتب السياسي مروان الأمين، وأيضا تنضم إلينا من نيويورك مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بكما. سأبدأ معك سيدة راغدة. بداية، أنت في نيويورك تتابعين ما يجري على الساحة الأممية في الأمم المتحدة، ما الذي يتم التطرق إليه والحديث عنه تحديدا بما يجري في لبنان والتصعيد اليوم؟ نعم، أنا طوال النهار أمضيت النهار بكامله في الأمم المتحدة ولمست الكثير من العواطف والعاطفة الجدية، لا حقيقة وليست العبثية، ولكن عاطفة وعواطف بلا آليات. ليس هناك آليات حتى الآن، هناك بحث عن آلية في المجموعة العربية على مستوى الوزراء كما تفضلت وذكرت قبل قليل. كانت هناك محاولة للعمل على لقاءات على مستوى الوزراء ضمن المجموعة العربية على المستوى العربي والإسلامي كما اقترح وزير الخارجية السعودي، للبحث ليس فقط في موضوع لبنان وإنما أيضا في موضوع غزة والضفة الغربية. هذه مقترحات، أحد المقترحات. كان هناك تعاطف جدي من قبل عدد من الوزراء في داخل الجلسة المغلقة. مثلا العراق طالب وزير خارجية العراق طلب من الدول العربية بأن تكون فعلا بجانب لبنان بدلا من تركه بمفرده. يعني رئيس الوزراء الفلسطيني ركز حصرا على موضوع غزة، لم يتكلم عن لبنان. وثم هناك طبعا في داخل المجموعة السبعة التي تحدثت عنها أيضا صدرت مواقف ولكن لا آليات حتى الآن. وأقول ذلك فيما وراء الكواليس، قد كلفت الولايات المتحدة بريطانيا بالعمل على إيجاد صيغة لفك الارتباط بشكل أو بآخر ما بين لبنان وغزة. وهنا المعضلة، وهنا بيت القصيدة إذا شئت. فك الارتباط أمر ما زالت إيران ترفضه، وأنا أعرف من مصادر أثق بها تماما أن وزير خارجية إيران رفض فك الارتباط بين غزة ولبنان حتى بعد تطور الأمور إلى ما هي عليه. ولكن يبدو أن هناك اقتناع لدى الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية أنه لربما إذا كانت هناك محاولة لتخفيف التصعيد، يعني كلام عن تخفيف التصعيد في غزة، لربما يقنع الإيرانيين وحزب الله بالقبول بنوع من فك الارتباط أو الفصل بين الجبهتين، وبالتالي يتم إقناع إسرائيل بأن يعني لا تستمر بهذا الزخم من الاعتداء والعمليات في لبنان. إذن ما زال الوزراء هنا في نيويورك يبحثون عن آلية. أنا التقيت قبل قليل بوزير الخارجية الأمريكي بلينكن، سألته في الواقع ماذا لديه عن هذا الموضوع في الفصل. قال لي أني أعمل أننا نعمل مع آخرين بكل جهد لكي نتوصل إلى ذلك. إذن العاطفة يعني فعلا موجودة ولكن الآلية مفقودة حتى الآن. رجاء أن تبقي معي راغدة لأنني سأعود إلى مروان في بيروت. استمعت مروان إلى ما قالته السيدة راغدة، وهناك أيضا تصريح لافت للرئيس الإيراني يقول بأنهم سيستمرون بدعم حزب الله حتى تتوقف واشنطن عن تسليم السلاح لإسرائيل. أيضا هناك عدم فك ارتباط بين إيران وحزب الله. الأمر اللافت الذي ذكرته الأستاذة درغام هو أن أولا إصرار الإيراني على عدم فك الارتباط ما بين جبهة لبنان وجبهة غزة، وهذا ما ذكره أيضا أمين عام حزب الله في خطابه الأخير، بأنه بالرغم من كل الاستهدافات وكل التهديدات التي تتهدد لبنان، فهو ما زال متمسكا بالمعادلة التي وضعها في أول يوم لدخول الحرب في 8 أكتوبر، بأن هذه الحرب للمساندة ولن تتوقف جبهة لبنان قبل أن الوصول إلى وقف إطلاق نار في غزة. هذا واحد. اثنين، الأمر
اللافت جدا هو أن المندوب الفلسطيني لم يتطرق إلى ما يحصل في لبنان، وهذا حقيقة. أمر يحز في نفس كل لبناني حول هذا الموضوع، بأن كل ما يتعرض له اللبنانيين الآن هو من أجل دعم الفلسطينيين في إطار ما يتعرضون له منذ فترة طويلة، ولكن منذ 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر، ولكن حتى في هذا فيما يتعرض له اللبنانيين لم يتطرق حتى في موقف في الأمم المتحدة إلى هذا ذلك. صحيح، رغم كل الفاتورة الكبيرة التي يدفعها لبنان منذ السبعينات حتى اليوم. ابقى معي مروان، سأعود إليك سيدة راغدة. كمان أنا لفتني بحديثك أن نقطتين، بداية عندما تحدثت عن أن واشنطن سلمت كأن هذا الملف لبريطانيا، لماذا سلمت هذا الملف لبريطانيا لتخفيف التصعيد كما ذكرت، أو فك الارتباط تحديداً؟ ما هي، هل تعتبر واشنطن بأنها استنفذت كل أوراقها؟ وهناك أيضا المواقف الخجولة من بايدن والإدارة الأمريكية حول التصعيد اليوم، فهل برأيك ترى واشنطن أن ما يحصل في بيروت هو أو لبنان هو نقطة تحول استراتيجية محتملة بعد كل ما قامت به ولم تتمكن من تحقيقه، وهو تخفيف التصعيد وخلق الردع؟ نعم، أولاً بالنسبة لتوكيل بريطانيا، الإدارة الأمريكية أوكلت إلى وزير الخارجية البريطاني أن يبحث هذا الموضوع خصيصا داخل المجموعة السبعة التي اجتمعت قبل قليل هنا في الأمم المتحدة، ويعني على أساس العمل داخل المجموعة السبع وثنائيا من أجل إيجاد الصيغ التي قد تكون ملائمة لإقناع إيران بأن تقبل بفك الارتباط ما بين غزة ولبنان، وللعمل على إيجاد صيغة ل يعني جمع صفوف الغرب في هذا الملف. يعني يعني بكلام من آخر، يعني مجموعة السبع كما تلاحظين من بيانهم، ما يشغلهم هو عدم توسع رقعة الحرب، ما يشغلهم هو أن احتواء الأمور كي لا تقع الحرب بين إيران وإسرائيل. طب هذا مفهوم وهذا مرحب به، ولكن أين التركيز على لبنان؟ أين هو التركيز على هذا البلد الذي يدفع ثمن الصراع الإيراني الإسرائيلي، والذي هو يدفع ثمن إصرار حزب الله على جبهة الإسناد؟ إذا لا أحد يجرأ حتى الآن في هذه الاجتماعات هنا في نيويورك، صراحة أقول لك بكل صراحة، يتحدثون عن ضرورة التوصل إلى يعني إلى إلى يعني إنقاذ لبنان من الوضع الذي هو عليه، ولكن لا أحد يتوجه فعلا بما في ذلك بالذات الإدارة الأمريكية. وأنا أعرف من اجتماعات وزير الخارجية الإيراني مع عدد من الناس المسؤولين الكبار، ليس مع الأمريكيين ولا أقصد الأمريكيين، أقصد وزراء آخرين، إيران تبعث برسالة واضحة جدا، وهي أنها تريد أن تصل إلى تفاهمات مع إدارة بايدن، مع الولايات المتحدة. إذا أين هي إدارة بايدن من مطالبة إيران بأن تضع ملف لبنان في يعني في أولويات ضمن الأولويات الحديث معهم بينهما؟ أين هي أيضا الدول العربية بأن تتخذ مواقف حقيقة متماسكة في أن تقول أنها هي أيضا ستبحث مع وزير خارجية إيران، مع وزير خارجية الصين، مع وزير خارجية لا أدري إن كان هنا الروسي، ليقولوا نحن نريد لبنان أن يكون، أن ينظر إليه بوضعه الحالي، إنه في حرب، إنه يقع في أزمة تطال البلد بكل بأكمله. لا نرى هذا. في الواقع هناك استياء لبناني، أنا لمست ذلك الاستياء، ولا أريد أن أتحدث نيابة عن أي حد أحد بما في ذلك وزير خارجية لبنان، ولكن عند خروجه من اجتماع وزراء الخارجية العرب لم ألمس أنه كان مرتاحا، أعتقد أنه كان مستاء من
من عدم يعني من زج لبنان تحت، إذا شئتي تحت غطاء غزة، كأن التركيز على غزة، فيما لبنان هو الذي يدفع الثمن الآن. اعذريني على الصراحة، ولكن حقا هناك تخاذل دولي وتردد عربي، حتى لا أقول تخاذل بالتأكيد، بمعالجة الموضوع لبنان كما يجب أن يعالج، وهو أن هذا وضع يحتاج إلى فصل لبنان عن موضوع غزة. عندما تسمع مروان كل هذه الحقائق الصريحة والصادمة أيضا بما يتعلق بلبنان، يعني ما الذي تقوله؟ سوف أنطلق من نقطة بأنه في حال قام العرب بكل ما هو مطلوب منهم، وفي حال قام المجتمع الدولي بكل ما هو مطلوب منهم، وفي حال رضخ الإسرائيلي لكل المطالب الدولية بوقف إطلاق النار في لبنان، هل سيتوقف حزب الله عن فتح الجبهة الجنوبية؟ لا أعتقد. إذن كل ولكن وهل هذه يحق أصلا لوزير الخارجية اللبناني أن يكون ممتعضا بعد تغطيتهم كل هذه السنين وكل هذه الأشهر لحزب الله؟ للأسف، بأن يمكننا القول بكل صراحة وبكل راحة ضمير بأن وزير خارجية لبنان هو في الحقيقة وزير خارجية حزب الله، لا ويغطي حرام، بالكامل. يعني جزت شوي مثل ما بيقولوا عنا باللبناني. انا بعتقد انه يعني اتعاطف مع طب الفكر كيف تقرأين موقفه وموقف الحكومة اللبنانية الذي يظهر يطالب بتطبيق القرارات الدولية ويخشى يعني على لبنان، ولكن في الوقت نفسه يتملقون، يمكن القول، وهذا ليس تعبيري، تعبير الكثير من السياسيين والمحللين، بأنه يتملقون لحزب الله لمصالح أو يعني small benefits. لا بالتأكيد، يعني يجب لو كان هناك فعلا حكومة لبنانية جدية وسيادية لكان وزير الخارجية قادرا على أن يقف في هذا المحفل الدولي ويقول أنا أريد أن أفصل موضوع لبنان عن موضوع غزة، لأن بلادي وأهلي ليسوا قادرين على ذلك. ولكن طبعا وزير خارجية لبنان عبد الله أبو حبيب لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه مقيد الأيادي، وليس لأنه عميل لحزب الله أو ناطق باسم حزب الله. يعني أنا أنتقده، ولكن لا أصفه بأنه متحدث باسم الحزب أو يمثل حزب الله هنا. إنه مقيد الأيادي لأن لا حكومة، لأنه ليس هناك حكومة جدية قادرة على أن كيف تقف. سيستطيع إقناع العالم وهو لا يمون أصلاً على حزب الله؟ يعني صحيح، ولكن العالم يفهم أنه لا يمون على حزب الله. المفتاح سيدتي هو في إيران، وهو ويجب علينا أن نطالب المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وأي كان، بأن والعرب بأن يتوجهوا إلى إيران ليقولوا لها أنت المفتاح لحزب الله، وعليك أن تكفي عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار هذا الوضع والتضحية بلبنان. يعني يا عزيزتي، إن كانت إيران تريد أن تحارب إسرائيل فلتتفضل وتحاربها، بدلا من استخدامنا نحن في لبنان كوسيلة لتحقيق مآربها. بالتأكيد حزب الله يعني يتصرف نيابة عن إيران، وهو يقول ذلك، وهو يقول يعني يعترف بذلك. لذلك المفتاح هو إيران، وإيران أعد وأعيد وأكرر، وزير الخارجية الإيراني موجود هنا في الأمم المتحدة ليحاول أن يفتح صفحة جديدة مع عدد من الدول الغربية بالذات الولايات المتحدة. إذن علينا أن نطالب رغدة، الإدارة هذا الأمريكية الحوار وفتح تفعل ما الصفحة يجب أن الجديدة، تفعله. عذرا على المقاطعة، هذا الحوار الإيراني الذي تريد إيران فتحه والصفحة الجديدة، هل هي مرتبطة فقط بمصالح حزب الله النووية والاقتصادية، وهل قد تكون على حساب أذرع إيران في المنطقة، أو يكون هم أريد أن الفاتورة التي ستدفعها إيران؟ دعيني أجيب بدقة على هذا الموضوع.
لأن هناك خلاف إيراني-إيراني، الخلاف بين الأطراف الإيرانية، الحرس الثوري من جهة، الرئاسة من جهة، كما نعرف نسمع بذلك. إيران لا تريد الحرب مع إسرائيل، لكن إيران تريد استمرار النزاع مع إسرائيل كي يقوم به الأطراف الأذرع البروكسيز التي توظفهم إيران للقيام بهذه المهمة. إذن أكرر، إيران لا تريد الحرب مع إسرائيل، لكنها تريد استمرار النزاع مع إسرائيل عبر الأذرع التي تمثلها. إذن هذه المعادلة يجب أن نفهمها ونكون على علم بأبعادها. يعني إنها خطيرة علينا وليس على إيران. إيران بحاجة للعودة إلى الاتفاقية النووية، ولذلك هي تريد أن يبقى الحزب الديمقراطي في السلطة. إيران تريد رفع العقوبات عنها، لذلك لا تريد أن يأتي دونالد ترامب أو الجمهوريين لينفذوا ما يتوعدون به، وهو يعني أن تنكسر إيران ماديا، وأن يعني تكون غير قادرة على المضي بتمويل ما تقوم به. في الوقت ذاته لنتحدث قليلا عن إسرائيل. إسرائيل أيضا تركز الآن على لبنان، لأنها ترى أن أن هناك فرصة. يعني أعتقد أن من نعم مصادري الذين يتحدثون مع الإسرائيليين يقولون لي إن إسرائيل وجدت الفرصة مؤاتية الآن للقيام بما تقوم به في لبنان، لأن هذه الفترة في لدى المجموعة الدولية، يعني مختلف الدول في العالم، لا تركز على موضوع مثل هذا، إنها تركز على الانتخابات الأمريكية، تركز على ما سيحدث مع روسيا. ولكن ولذلك راغدة هذه المعادلة الإيرانية، وهي لا حرب مباشرة ولكن استمرار النزاع عبر الأذرع، هل ستوافق إسرائيل؟ هل هي راضية بالبقاء على هذه المعادلة أم تريد تغييرها؟ إسرائيل تقرأ بين السطور، ترى أن هناك نزاع داخلي في إيران، وترى أن إيران غير مستعدة لإنقاذ حزب الله الآن في لبنان، بالأحرى لإنقاذ لبنان من قرار حزب الله بفتحه كجبهة مساندة، وبالتالي يعني ترى أن هذه فرصتها. للأسف يبدو أن العالم مستعد أن يعطي إسرائيل بعض الوقت لاستكمال ما بدأت به، وهو إضعاف حزب الله عسكريا. حسناً، ولكن بأي كلفة سيكون ذلك؟ هل ستكون الكلفة لبنان، أو أنها ستكون عمليات لأسابيع وليست حرب ممتدة؟ إذا دققنا بالمواقف الدولية لا نرى أن هناك هلع سوى بالألفاظ وليس بالأفعال. نعم، وبالتالي هذا يؤدي بنا للتفكير، هل يريدون حقا، هذا العالم يريد حقا إضعاف حزب الله وماكينة حزب الله والبنية التحتية لحزب الله لكي يكون في الإمكان التوصل إلى التسوية؟ هنا الآن يجب أن نفكر بهذا الموضوع. نعم، ما تفضلي. قلتيه كله أنقله إلى مروان. مروان، كما سمعت أن إيران يعني لا تريد إنقاذ حزب الله ولبنان، هل هذا يخلق مشكلة ثقة ما بين حزب الله وإيران؟ هل ممكن حصول هذا الأمر، خصوصا مع كل الاختراقات التي يتعرض لها حزب الله، والتي هناك اتهامات أو أنظار وشكوك بأن إيران تقف خلفها، خصوصا مع فتح تحقيقات أصلا داخل الحرس الثوري بهذا الأمر؟ أولا أنا مبلش من موضوع بأنه حزب الله مش فصيل لبناني متحالف مع إيران، تربطه بإيران وبولي الفقيه علاقة عضوية وعلاقة انتماء لولي الفقيه، وكل ما يقوم به حزب الله يحصل من خلال تكليف شرعي من قبل ولي الفقيه، وأي أمر يخالف هذا التكليف الشرعي مستحيل يقوم في حزب الله. وفي هذه الأيديولوجية لا قيمة للحدود، لا مكان للحدود، يعتبرون بأن هذه الحدود، حدود الدول، هي صنيعة الاستعمار وليست، بينما الأمة واحدة. وبالتالي نشاط حزب الله أو أي طرف آخر
يتبع ولي الفقيه له الحق في النشاط على جميع الساحات وفي جميع الدول من أجل نشر وتعزيز مكانة ونفوذ ولي الفقيه والانتماء والتبعية له. وهذا الأمر ليس مرتبط فقط نعم في الشرق الأوسط، هذا الأمر مرتبط في العالم، نشر هذا الفكر ونشر هذا الانتماء في جميع في كل العالم. ومن هون هذا عقائديا، وبالتالي الفك أو تخلي إيران عن حزب الله عقائديا كأنها عم تتخلى عن الحرس الثوري أو عم تتخلى عن أي فصيل يشكل نعم ذراع أساسي لهذا النظام. كما أن حزب الله هو درة تاج الفصائل التي التابعة راغد على لإيران السريع في لانه انتهى المنطقة. وقتنا عم بيقولوا لي خلص، بس أوكي، بدي أريد اياك أن تقولي. أقول كلمة سريعة أخيرا. أنا أعتقد أننا في لحظة لو كنت أعلم، حزب الله في لحظة لو كنت أعلم كذلك عدنا هي إليها بعد شروطها. 19 عام، ولا لو أدري كنت إذا لم أعلم، ننتهي الآن هناك أعوام أخرى سنعود إليها لو كنت أعلم. شكرا لضيفي الكريمين على هذا الحوار الممتع، صراحة أنا زعلت انتهى الوقت. كنت معنا من نيويورك مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، وأيضا من بيروت الكاتب السياسي مروان الأمين. شهدت شوارع مدينة صيدا وطرقاتها زحمة خانقة بسبب حركة نزوح أهالي عدد من القرى والبلدات الجنوبية التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية، ووثقت عدة صور ومقاطع مصورة نزوح مئات السيارات من مناطق في الجنوب نحو الداخل.